وبعد شوي. بس قبل كل شيء لاتس تحطنا اللايك والشير والسبسكرايب جتب عشان يوصل كل شيء جديد وحساباتنا تحت بالوصف. يلا نبدأ بالفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو حابين نتشكركم كتير 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 لأنكم وصلتونا لل 800,000 مشترك. أنا كتير انبسطت وقولوا لماما تعجل بالهدية شوي. الهدية بعدين أنت اللي قلتي لي وصلنا فأنت لازم تجيبي لي الهدية مو أنا. لا أنت حتجيبي لي. صح يا سكرة؟ أساس كانت حتجيب لي إياها امبارح بس انشغلنا وما قدرنا. نحن كتير بنحبكم وفخورين فيكم ومحبتكم ويلا شوفوا الفيديو ولا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب. بنحبكم كتير. شوفوا بنتي كانت كتير مزعجة. ماما ماما. نعم. اليوم عيد ميلادي، ما راح تسوي لي عيد ميلاد؟ ايش مفكرتيني نسيت؟ ايه طبعا راح اسوي لك عيد ميلاد. شكرا يا ماما، انت احلى احلى ام بالدنيا. يلا عادي هون او هون عشان انا اجيب لك الاغراض. يلا يلا دخيل العيد ميلاد اليوم شوفه. واو ماما شمعة وكوكيز. شكرا يا روحي يا ماما، انت احلى ام بالدنيا، والله انا بحبك يا ماما. دخيلة انا مفكرتيني راح انسى عيد ميلاد بنتي. شكرا يا ماما، والله فكرتك نسيتي وما راح تسوي لي عيد ميلاد، كنت راح ازعل. ها لا 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 تخافي ما تزعلي. شكرا حبيبي. ما جبتي لي هدية؟ الا طبعا، بس هلا جهزي حالك والبسي عشان بدي اجيب لك ايباد. واو يس يس يس، انت احلى ام احلى ام بالدنيا. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو. فخية معي انا ما عم بقدر. هي شكرا ماما. عفوا يلا خذي كل الكوكيز عشان انا نروح اجهز حالي. يلا ماما حاضر. ما حدا عم بيساعدني بهالبيت. ماما ماما شو اليوم عيد ميلادي، ما راح تسوي لي عيد ميلاد؟ عيد ميلاد؟ ايه ماما عيد ميلادي. الله يخليكي سوي. تفكرين نسيت؟ انا مجهزه عشان تيجي تقولي لي واجي اضربك. ماما لازم تسوي لي عيد ميلاد. اي عيد ميلاد؟ نحن مسلمين ما بنحتفل بالعيد ميلاد. ماما كل البنات بيسووا عيد ميلاد. نحن مسلمين ما بنحتفل فيه. روحي. ماما الله يخليك. تعالي ساعديني اليوم كل حتنصفي كل البيت وراح تنامي بدري وراح تدرسي كل الاختبارات تبعوني بيوم واحد. عقاب لإلك. ماما سوي لي عيد. اعطيني ايدك. خلاص 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 ما بدي. اعطيني ايدك. خلاص ما بدي عيد ميلاد. خلاص خلاص خلاص. لازم اجهز لبنتي حبيبة قلبي دلوعته. يا روز يا روز تعالي. نعم ماما. ماما اختاري شو بدك لبس، الحمراء ولا البيضة ولا الحمراء؟ انت شو بتشوفي ماما حلو علي؟ لا انت اختاري كلهم حلوين. بدي الحمراء. بدك الحمراء؟ ايه. حتطلع عليك اميرة. يا عمري انت شكرا يا ماما. هلا بدبق لك معاها تنورة. الله. شكرا ماما شكرا، انت احلى ام بالدنيا، انا بحبك كثير يا ماما. يلا حتى انا يلا يلا روحي البسي يلا. يلا يلا ماما. عشان نطلع تاخرنا. بدك وين بدك تاخذيني؟ بدي نروح المطعم. ايه عشان انا اليوم ما لحقت اطبخ، بعدين بدي اوديك الالعاب تلعبها بالملاهي. يا سلام شكرا ماما، انت احلى ام احلى ام بالدنيا. والاسبوع الجاي باذن الله حنروح مسبح. شكرا شكرا يا ماما. ماما انا بحبك. حتى انا يلا يلا روح البسي يلا. شو هدول يا اخي؟ يا روز يا روز تعالي. يا نعم. روز. نعم ماما. نعم ماما. خلص اختاري شو بدك تلبسي. وين رايحين؟ ما لازم تعرفي ماما. قولي لي طيب وين بدنا نروح؟ بلكي انا ما بدي اروح معك. حنروح المطعم بس. بدي البلوزه البيضه. البيضه لا مو حلوه في النهايه ماما. طب انا بدي البيضه ما بدي الاحمر. لا البيضه مو حلوه ماما. انت ليش دائما بتصرخي علي؟ خذي ماما. روحي البسي علي اي بنطلون. ماما روحي خلصي. ماما الحل الامثل. خلص 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 رايحة. روحي البسي يلا رايحة. طب ما حلوة البيضة حمرا، بدي البيضة انا. يلا خلاص خديها. انت دايما هيك بتعامليني. يلا روحي البسي. حاضر راح جهز لانش بوكس لأحلى بنوتي بالعالم. ماما ماما يلا أنا رايحة على المدرسة. استني ما بديك أول شيء أعطيك فطورك. ماما بس ما بدي أفطر، ماني مشتهية آكل. عادي عادي بالمدرسة بس تفطر.
بالطريقه انه شوفها بحط لك حلويات. ماما شكرا لك لانك بتهتمي فيني. وهلا هذا راح احط لك اياه بكيس. شكرا ماما، شكرا ماما لانك بتهتمي فيني. يلا صور شوفها ماما حبيبتي انت. شكرا. هاي احلى تفاحه مغسوله، لا تاكليها بسرعه عاده. حاضر يا روحي، شكرا يا ماما. يلا يلا شكرا ماما. لا 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 رايحه اغير لك التفاح، اخاف تتكسر. ماما شكرا، انا بحبك يا ماما. شكرا يا انت. انا شكرا يا روحي انت. شكرا يلا خذ هالشيء. حاضر. عشان انت اللي حتسوي عزيمه انت بصديقاتك. ايه صح، مسويين حفله بالمدرسه. ايه يلا يلا, يلا. باي باي. لا ماما ماما يلا اجى الباص، بدي اروح المدرسه بسرعه. ماما يلا روحي مع السلامه. ماما ما جهزتي لي اللانش بوكس يا ماما. يا رب لسه بدي احط لك. خلاص يلا هاي فيك. ماما بس ماي. ايه ماما، ايه ماما شو بدك احط لك؟ ابدع لك واسوي لك شوكولاته و... ماما بس انا بجوع، انا جوعاني عشان اركز لازم تحط. ما لازم اسوي لك حفله بتاكلي معاها. خذي خذي بس ما اخذت اشي معي للحفله. خلاص انا شو دخلني يعني؟ ماما انتي امي. خلص صبر هلا ادور لك نص ريال من عندك. شو نص ريال ماما؟ شو بدي اشتري فيه يا حبيبتي؟ بتعرفي كنا بنشتري فيه شيبس وعصير. هذا ماما انتوا على زمانكم، بس انا هلا كيف بدي هاي؟ يا رب. ماما الله يخليك. خلص 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 رايحه رايحه، مع السلامه. خذي اللانش بوكسك. تعبت عليك. ما في شيء غير مي. شو بدي تعبت عليك. خلص 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 يلا خلص. هذي المي. يلا شكرا مع السلامة. لك ما لازم مي. هيك مسوي لكم حفلة في عصائر وهيك. مع السلامة ماما. يلا باي. أحلى إشي إنك حتتغدي بالمدرسة، ما راح أسوي غدا. لا 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 لا. يا قلبي ليش هالإزعاج؟ ماما عم تلعب. ماما أنا هلا بدي أنام لأني صحيت كثير بكير. طيب ماما أنا بدي ألعب. ايه يا حبيبتي العبي، بس بدل ما تقولي انا 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 انا. حاضر ماما، انا اسفة ازعجتك. ايه معلش بس شوي وطي صوتك. حاضر يا روحي. ماما انا بحبك. يلا نامي يا ماما، سلامتك يا روحي. تصبحي باي يا روحي. نا 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 نا. روز شو هالازعاج؟ ماما انا اسفة عم بلعب. ماما عم تلعب هيك الواحد بيلعب. ماما انا اسفه بس لانك كنت كثير طفشانه. انت خليتيني اصحى من البكير. ماما انا اسفه. خلص الله يخليكي لا تضربيني، انا اسفه. يلا اعدى. ماما طب بدي العب انا طفشانه، شو بدي اساوي؟ اعدى. يلا ماما انا اسفه. ماما اعدى. طب لا تضربيني. خلص بعدي بعدي. طيب يلا اعدى. خلص الله يخليك. يلا اعدى. خلص اعدى. خلص لا تسمعي الكلام. خلص انا اسفه انا اسفه. خلص ما رح طلع صوت. طلع. حاضر. اقعد. خلص ماما. اي اي اقعد.